السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما وعدتكم غادي نبدلو شويه من الحوايج وغندير واحد الجوله خفيفه في منطقه بانديك الموجوده باسطنبول. اذا منطقه بانديك كتواجد في المنطقه الاسيويه من اسطنبول. الناس اللي كيجلسوا في السلطان احمد اكسارا يلا ليلي اكسترا ممكن انهم يوصلوا لبانديك انطلاقا من محطه سيكرجي، ينتقلوا المترو مرمراي، التكلفة ديالو 33 ليرة. عندك تقريبا واحد 18 محطة، كنظن 17-18 محطة باش توصل لبانديك. اون فوا كتنزل من بانديك كتخرج نيشان في السوق، الوغ هما كيقولوا تشارجي يعني السوق، هو بالطبع ماشي سوق، مي هو عبارة عن مركز يعني بحال مركز تجاري فيه كتبداو بعدا مين كتنزلوا من المترو. اول حاجة كاين دهيبية، كاين اصحاب الصرف اونتر بارونتيز، مالي نسافر ما كيحلوش نهار الحد، يعني الواحد لا غيمشي بالحد يدير حسابه. كاين بيان سور الملابس الكترو ميناجي، الباليزات، الشنطات ايميتاسيون بيان سور، الناس اللي عزيز عليهم لي مارك ديال المحجبات كارمينا ك زهر الفينا توبة كلهم متوفرين. بالنسبه كلشي غيتسائل على الاثمنه، لي فرانشيز راه الاثمنه فين ما مشيتو نفسهم، يعني صراحة هي ماشي منطقة رخيصة، والناس اللي كيعرفوا هاد لي مارك راه كيعرفوا الأثمنة ديالهم. يعني كيبداو عندك لي تونيك انطلاقا من 380 درهم وانتيا طالعة. بالنسبة لي كافي ولي ريستورون، لي كافي ولي ريستورون هنا شي حاجة غزالة. لاحظت بأن الثمن ناقص هنايا باغابوغ المناطق السياحية، خصوصا فيما يخص يعني اللي كيبغي ياكل الحوت زوين والثمن ديالو ناقص. ابار حيدو لي فرانشيز، يعني الفرانشيز بحال اللي معروفين عندهم على شاتي مادو، هادو لو بري ديالهم فين ما مشيتي هو لو ميم، ولكن لي ريستورون هذا راه عندهم اللي طاحت لك في بالك كاينه تمايا، ديفيرون ديكوراسيون ديفيرون غو، تبارك الله هذيك شي زوين. يعني الواحد يمشي غير يسرح عويناته ويطلق رجيلاته، منطقه كتستحق الزياره، وبيان سور اللي بغى يدير شوبين. وإضافة إلى أنها منطقة آمنة، منين كنقول آمنة كنقصد بها حيث كنشوف في فيديو أن بزاف كيتعرضوا للسرقة منين كيحاولوا يستعملوا البطاقات البنكية ديالهم في لي بنك، يعني كيمشيو ليهم وكيمشيو لهم مبالغ مالية. فهاد المنطقة هي جد آمنة، يعني ممكن أنك تخرج فلوسك من البنكة بأريحية. منطقة ما فيهاش سياح نهائيا، تقدر يعني الخرجة ديالك كاملة ولا تلاقى بشي واحد سائح كو تواركا، كاينين غير التركيين. اللي كيزيد الجماليه ديال بانديك هو لا مارينا، مارينا فيها زوينه، يعني غاده على كوت الساحل ديال المرمره كامل. فيها لي كافي زوينين، ولي زوين لي كافي تقريبا كاملين عندهم واحد الشروفات مهزوزين فوق الماء، يعني دايرين بحال دي بالونسواغ، انت جالس وكتمشي وتجي مع الماء، منظر رائع مع لي باطو مع داك طيور النورس، فعلا واحد الجليسه رائعه. اذا في هذه المدينه كاين كذلك مول اللي فيه لي ماغازان، فيه لي ماغازان ديكوراسيون دو فيتمون ديال هادشي سبرديله ديكشي سبور، يعني كيعطى الله ما يتشاف. بالنسبه للناس اللي كيهتموا بلا مارك اولكر، يعني ديال الحلويات بسكويات الشوكولات لي جيل دوش ا دي بري فريمون امباتابل، راه كاين تمايا. بالنسبه لهاد المنطقه واش ليليه، يعني ليليه كنقصد واش كيبقى حالين لي ماغازان معطلين في الليل ولا لا؟ بالنسبه لي ماغازان نو، لي ماغازان كيصدوا مع 8-8:30 في الصيف، ولكن لا مارينا لي ريستورون لي كافي راه كاين اللي كيبقى حتى لثلاثة الصباح. منطقه فيها دي زوتيل بالنسبه للناس اللي ما عزيزش عليهم الصداع، كاين اللي بغيت يعني دي زوتيل ايكونوميك، دي زوتيل اللي فيهم دي بيسين، ولي بري راه ناقصين بزاف على سلطان احمد. كذلك كنبغي نختتم الفيديو ديالي بواحد الاكتشاف زوين، وهو واحد الريستورون اللي كاين على لا كوت، يعني كتخلي مارينا مور ظهرك و كتمشى الساحل، راه اللي عزيز عليه الممشي، راه واحد الممشى رائع، انت غادي وانت كتجلس، انت غادي وانت كتمنظر، كاين دي باركين دي جو دونفون، يعني الواحد ما كيملش. الريستورون اللي اكتشفنا هو ريستورون مونيكا، شي حاجه رائعه، لا من ناحيه المعامله من السربال
الكاسيير لصاحبه المحل معامله جد راقيه من ناحيه لوغو فريمون الماكله ديفيرون كتخرج شويه من هذاك الجو التركي يعني كباب شاورما كفته كتخرج من هذاك التقاليد او علاش كنقول داك الاطباق التقليديه التركيه عندها اطباق زوينين لوغو زوين والثمن جد جد مناسب وصورت لكم الديكور واخا حيت كان لين الاضاءه جد خفيته ولكن واحد لا ديكوراسيون زوينه واللي عجبني انها ما نساتش ركن المسجد واخا سميتها مونيكا. حاجه واحده قبل ما ننهي الفيديو ديالي اللي بغيت نشير عليها وهي بان هذه المنطقه اللي كيجعلها عاوتاني من اهم المناطق في اسطنبول هي ان فيها العبارات اللي كتمشي لليلوفا والعبارات كنظن على راس كل 45 دقيقه يعني ممكن وقت ما رشقات لك تمشي تقطع بالعباره عندك 45 مينوت باش توصل لليلوفا ضرب دوره في يلوفا تقهوى وترجع نفس العباره كيبقاو حتى ل 10 الليل يعني متسع من الوقت للناس اللي كيبغيو يخرجوا شويه من اسطنبول. مهم فيديو ديالي كان خفيف ظريف نتمنى انه يكون عجبكم ولا عندكم اي تساؤل ما عليكم غير تسولوني وخليو لي الكومونتير راه غنجاوبكم ان شاء الله. وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم لكن كنتو بغيتو نزيد لكم هذا الجانر ديال الفيديو يعني جولات في احياء اسطنبول اولا مدن في تركيا ما عليكم غير تخليو ليا لي كومونتير ولي لايك.